اتفاقية حدودية أبرمت ما بين العراق وإيران قبل 49 عاماً ما بين النظام السابق إنذاك وشاه إيران محمد رضا بهلوي برعاية الرئيس الجزائري الأسبق هواري أبو مدين. أبرز بنودها تقاسم شط العرب بين الدولتين مناصفة مقابل دعم وقف الاحتجاجات المسلحة في شمال العراق. نعم، هناك مشكلات بسبب هذه الاتفاقية، أنا لهذا طلبنا إعادة النظر بالاتفاقية. هناك مشكلات يجب أن تحل عبر تطوير الاتفاقية باتجاه يخدم المصالح للدول المتشاطئة. تقسم أو تقسم شط العرب إلى جزئين طوليا، جزء إلى صالح إيران وجزء آخر إلى صالح العراق، والآن عادت بنفس العمل، يعني إلا أنه بالإمكان أن يكون هناك تعاون لتطوير هذه الاتفاقية حتى حقيقة تشمل حتى تقاسم الحصص المائية. أكاديميون بحريون أكدوا أن العراق وقع بخطأ كبير عندما وقع اتفاقية الجزائر عام 1975 التي سرعان ما رفض الاعتراف بها من الجانبين قبيل إعلان الحرب العراقية الإيرانية في ثمانينيات القرن الماضي، فيما تمت العودة إليها مع قرار وقف إطلاق النار، حيث يرون أن الآثار السلبية لتلك المعاهدة ما تزال تنعكس على حركة الملاحة البحرية الوطنية. وبالتالي اتفاقية الجزائر نصفت شط العرب بيننا وبين إيران، وأصبحت الملاحة بمناصفة، وطبعا هذا ضر العراق هواي، لأن تعرف شط العرب قناة ملاحية كان العراق مستفاد من عدها بذاك الوقت، لأن كانت عندنا موانئ المعقل وميناء أبو فلوس وميناء مدخل الفاو من رأس البيشة، فيعني صارت مشاكل كثيرة من بين الجانبين بسبب مناصفة المياه، لأن مشكلة شط العرب وخط التاليوك مشكلة عقيمة ومشكلة أزلية. الاتفاقية أضرت بالجانب العراقي أكثر ما أضرت بالجانب الإيراني. ويرى مراقبون أهمية وجود وقفة حقيقية أزاء المشكلات العالقة بشأن الحدود العراقية الإيرانية، لا سيما الخلاف على منطقة الفك البترولية، فيما يرون ضرورة سعي الجانبين إلى تحقيق المصالح المشتركة انطلاقا من مرتكزات التفكير الاستراتيجي العقلاني. خالد السلامة لقناة الفلوجة، البصرة.